السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابرز ما جاء في عناوين الصحف السودانية الصدر صباح اليوم الاحد 27 ديسمبر 2020. نستهلها بصحيفة الانتباه، مقترح بتخفيض مخصصات السيادي 40%، تحركات لقوات أريتريا نحو مدينة أثيوبيا متاخمة للسودان، إرجاء إعلان المجلس التشريعي. السليك: حمدوك لم يهاتر كباشي ولا يريد حرق المركب. ضبط ورقة تفيد بوجود قنبلة داخل طائرة رئيس الجبهة الثورية. صحيفة السوداني. قائد الفشق جاهز لصد أي عدوان على الأراضي السودانية. إزالة تمكين تفتح ملف سد مروي. الكهرباء تشرح في صيانة أبراج تعرضت للنهب والتخريب. السودان تتحصل على أسماء مرشحي الإجماع الوطني للوزارات. الحكومة: قتيل الكلب لتوفى بأحد مراكز الدعم السريع أثناء التحقيق. صحيفة الديمقراطية. مطالبات بمراجعة شركات الاتصالات. مقتل عز الدين حامد جراء التعذيب. مواكب احتصامات بدارفور رفضا لخروج يونا ميد. محامي دارفور تنضم لهيئة الاتهام في قضية شهيد الكلاكلا. الفقيه: نزع أراضي المناصير جريمة مكتملة الأركان. الحداثة: إقرار حكومي بضلوع الدعم السريع في قضية قتيل الكلاكلا. أحزاب سياسية وحركات مسلحة تحتزم التوقيع على وثيقة تفاهم مشترك غدا. اجتماع بين الحرية والتغيير وأطراف جباء لحسم ملف الوزارات المخصصة للحركات المسلحة. أهالي الوادي الأخضر يهددون بإغلاق الطريق الدائري احتجاجا على تردي الوضع الخدمي. دارفور تسجل سابقة تاريخية بتعيين 3 قاضيات بإحدى المحاكم الأهلية. والخرطوم يطالب كل الجهات بتحمل مسؤوليتها تجاه تنظيم مواقف المواصلات. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن متابعتكم.